السلام عليكم طلاب الأعزاء، دي المحاضرة اللي هي هتبقى للتاريخ 22 مارس، ودي احنا هنتكلم فيها عن الـ time response للـ second order system. أنا أثبتت في المحاضرة لما يكون عندي أنا system mechanical system بالشكل ده، سواء كان داخله force أو كان داخله displacement، كان شكل مختلف شوية، لكن وصلنا انه للترانسفير فانكشن انه السي على الار الجنرال فور بتساوي اوميجا ان سكوير على اس سكوير زائد 2 زيتا اوميجا ان اس زائد اوميجا ان سكوير، وقلنا ان هو ده الجنرال فور للسكند اوردر سيستم. والحل بتاع السيستم دوت التايم ريسبونس بتاع السيستم ده بيعتمد الحقيقة على قيمة زيتا. اذا كانت زيتا ديت هتكون اكبر من واحد فالسيستم اتفقنا ان هو هيبقى اوفر دامبد، والسيستم اوفر دامبد معناه انه المعادله للدرجه الثانيه دي يتم تحليلها الى جذرين صحيحين مختلفين، وبالتالي السيستم بيهيف اس فيرست اوردر، واحد سريع وواحد بطيء. لو الزيتا دي طلعت بتساوي واحد فالجذرين الصحيحين دول بيكونوا متكررين repeated roots، والحل بيبقى صحيح behave as first order وإن كان something fast شوية لكن behave as first order. الحالة الثالثة والمهمة اللي هو الزيتا تكون أقل من واحد، ده بيبقى اسمه under damped system. احنا لما جينا أخدنا المعادلة العامة لل second order systems general form و for unit step response، فبقى ال R في S هنا بقى زود لي واحد على S اللي هو ال S دي بتاعت ال input، لكن دوت اللي هو بتاع السيستم. وبعدين بصينا في اللابلاس تيبلز فلقينا انه ال time response C of T بيساوي واحد ناقص E اس ماينس زيتا اوميجا ان تي كوساين اوميجا دي تي زائد زيتا على جذر تربيع واحد زيتا سكوير ساين اوميجا دي تي. ويمكن تبسيط هذه المعادله ان هي تبقى واحد ناقص اي اس ماينس زيتا اوميجا ان تي وبعدين ساين اوميجا دي تي زائد زاويه فاي اللي هي اسمها اللاج انجل. لما جينا اخدنا قيم للمساله اللي هي بتاعت الماس سبرينج جامبر سيستم فلقينا انه الريسبونس يطلع بالشكل دوت، والشكل دوت شكل عام للسكند اوردر، بس في عندي شرطين. يعني هو السكند اوردر ده اول شرط، الشرط الثاني يكون يونت ستيب ريسبونس، الشرط الثالث انه زيتا تكون اقل من واحد، والجذور دي تحقق لا تحلل لجذور صحيحه وتحلل الى جذور تخيليه هنتكلم فيها في كمان شويه. الشكل ده انا في الفيرست اوردر الحقيقه كان عندي تو بارامترز، الكي والتاو، الكي اللي هو اللي اسمه سيستم جين والتاو اللي هو التايم كونست. في السكند اوردر سيستم هنا كنت عندي برضو تو بارامترز مهمين، البارامترز الاولانيه اللي هي زيتا والبارامترز الثانيه اللي هي اوميجا ان. طيب الشكل في الفيرست اوردر كان شكل سموس جدا، كان اس شيب كده اهوت، وكان عندي نقطتين اساسيتين اشتغل بيهم اللي هم النقطه بعد تاو توصل ل 63% من قيمة K، وبعد 4 تاو توصل ل 98% من قيمة K. طب هنا بقى عندي كام نقطة أساسية، كام نقطة مهمة أقدر أعمل بيها سكتش للكيرف ده؟ الحقيقة عندي عدد كبير من النقاط. أول نقطة، إمتى الـ response يوصل لقيمة الـ input؟ وطبعا في كتب تانية تقول من 90 إلى 110% من قيمة الـ input، يعني في الجزء ده امتى الاوتبوت يوصل ل او يبقى حول قيمه الانبوت يعني ات ذا فيرست تايم. بعد كده في نقطه تانية مميزه اللي هي التايم اللي بيحصل عنده اكبر بيك ده كام، والبيك نفسها دي كام من الواحد، وكمان التايم اللي هيوصل فيه الريسبونس الاوتبوت للستيدي ستيت فاليو. دي كلها نقط مهمه الحقيقه عشان نتكلم فيها ونثبتها كمان، احنا ممكن نثبتها كمان انه انا عاوز دلوقتي التايم اللي بيبقى عندي قيمة الاوتبوت تساوي قيمة الانبوت واحد for the first time، هو بعد كده هيتساوي في النقاط دي، لكن هنا دلوقتي في اول مرة دي ده اسمه الرايس تايم.
والرايز تايم ده بمنتهى السهولة، أنا لو جبت المعادلة دي وسويت الكلام ده هنا بالواحد، تقدر أنت تصولفه فور تي وتجيب التايم تي اللي بيحصل عنده إنه الأوتبوت بيساوي الإنبوت. فله قانون أثبتناه اللي هو الرايز تايم، وبعدين التايم اللي بيحصل عنده أكبر بيك ده هنسميه تي بيك، والبيك نفسها دي من الواحد هنسميها الأوفرشوت، وبعدين التايم اللي هنوصل فيه ل 2% ايرور ده نسميه السيتلينج تايم تي اس. الكلام ده ليه قوانين، القوانين دي فين القوانين؟ ده القانون مثلا بتاع الاوفرشوت، وهنا انا شايف انه اسهل قانون عندي هيبقى القانون بتاع تي بيك، وانت تقدر تكتب كده تي بيك يساوي باي على اوميجا، ده اسهل قانون اللي هو التايم اللي بيحصل عنده اكبر بيك. تمام، التي ار لو تلاحظ اقل من التي بيك شويه، يعني تي بيك هيبقى اكبر دايما على طول، طبعا هوصل لاكبر كما بعد ما اجيب الواحد طبعا، فالتي ار هيساوي باي ناقص فاي على اوميجا دي، وبعدين التي اس هيساوي 4 على زيتا اوميجا ان، وده 4 2%. فده انا كده جبت هنا كام قانون دلوقتي، 1 2 3 حسبت كل التايمز، التايمز اهو تي بيك بيساوي باي على اوميجا دي، طبعا اوميجا دي بالرد السكند، باي تبقى بالرد، وبعدين تي ار بتساوي باي ناقص فاي على اوميجا دي، وبعدين تي اس بتساوي 4 على زيتا اوميجا. القانون الوحيد اللي هو بيقيس لي حاجه على الريسبونس اكسيز يعني، ها كل ده في التايم كل ده بالسكند، لكن ده هيبقى بالريسبونس بالفاليو بتاعت الريسبونس كم متر كم فولت كان، ده بيساوي الاكسبوننشال فانكشن بتاع ماينس باي في زيتا على الجذر التربيعي لواحد ناقص زيتا سكوير. ده قانون مهم شويه، ولما نيجي نشوف القانون دوت ونتكلم فيه نلاقيه هو فانكشن اونلي في زيتا، هتلاقي هنا تي بيك فانكشن في زيتا اوميجا ان، تي اس فانكشن في زيتا اوميجا ان، تي ار فانكشن في زيتا اوميجا ان، فاي دي تساوي كوساين ماينس 1 زيتا. انما هنا القانون بتاع الام بي ده فانكشن في زيتا وفانكشن في فقط، فانكشن في زيتا فقط، وبالتالي انا لو عرفت زيتا اقدر احسب الام بي اللي هو الاوفر شوت ماكسيمم بيك، ولو عرفت الماكسيمم بيك اقدر اجيب الزيتا. هنا على سبيل المثال انه لو اوميجا ان بواحد وزيتا بنص تمام او ب 55% اقدر انا احسب على طول الاوفر شوت، وانا عايزك تجرب، عايزك تجرب الكلام دوت وتحسب الكلام دوت ويطلع لي انه الاوفر شوت ب 0.12 من الواحد، ها القياس من الواحد ده بحسب ما احنا اتكلمنا هنا، القياس بتاع الاوفر شوت من الواحد اللي هو الستيدي ستيت فاليو. تمام، ف اقدر احسب الاوفر شوت، اقدر احسب طبعا اوميجا دي، دي بتساوي اوميجا ان في جذر تربيعي 1 ناقص سكوير من الفايبريشن، فاقدر احسب اوميجا دي دامبد ناتشورال فريكوانسي، وبعدين حسبت التي ار وقلت لك ان فاي دي اللاج دوت بيساوي كوساين ماينس 1 زيتا، كوساين ماينس 1 زيتا طبعا القيمه بتطلع بالراد، فحسب هنا التي ار طلع ب 2.57 سكند، لكن التي بيك لما جينا حسبناها طلعت طبعا طبعا لازم تكون اكبر من التي ار 3.76، التي اس طلع ب 7.27. فلما جينا حلينا لو عملنا سكتش بسرعه، ادي الواحد اللي هو اليونت ستيب، وبعد كده هتلاقي التي ار التي ار التي ار تقريبا اهوت 2.57 تمام، بعد كده التي بيك هتلاقي عند 3.7 ها تي بيك هنا تقريبا، والتي اس بعد 7 ثواني وربع تقريبا، بعد 7 ثواني وربع هنا كده ها، والاوفر شوت 12% من الواحد هنا 1.1 هو طلع 12%، فده بيبقى سكتش سريع اقدر انا ارسمه للتايم ريسبونس، ما بنقولش بلوت لكن بنقول سكتش، فسكتش لازم احسب التي بيك كام، التي ار كام، التي اس كام، والاوفر شوت كام، وعلى طول اقوم طالع بالكيرف اللي انت شايفه بالشكل ده كده. الحقيقة هنا الكيرف دوت احنا رسمينه ليه قيم كتير من
الزيتا والكيرف الازرق اللي في الاول ده كانت زيتا فيه بتساوي واحد، وهنا كل ما زيتها تقل كل ما الاوفر شوت يزيد، واحنا اتفقنا على ده، اتفقنا انه القانون بتاع الماكسيمم بيك ان هو فانكشن فقط في زيتا، فكل ما زيتا تقل كل ما بقت لايت دامبنج، لايت دامبنج كل ما الاوفر شوت بقى يزيد. تلاحظ هنا انه البيك هنا نفس البيك هنا نفس البيك هنا، احنا غيرنا زيتا وما غيرناش اوميجا ان، فتلاقي انه الاوميجا دي الاوميجا ان هتبقى ذا سيم، خاصه لما يكون في لايت دامبنج. ف يعني احنا ثبتنا اوميجا ان وغيرنا في قيمه الزيتا، طبعا التغيير في الزيتا يعني زي ما انت شايف الاوفر شوت بتاثر بشكل كبير جدا. طيب هنا في نقطه تانية اللي هي بندرس فيها التاثير بتاع الزيتا على الاوفر شوت. لما الزيتا تكون اكبر من واحد اتفقنا انه ده هيبقى اسمه اوفر دامبت سيستم، وانت ممكن لما تطبع الورق ده انا هبعته لك على الواتساب مع زميلك اللي هو مندوب الدفعه، هبعت الفايل ده معاه، تكتب لي هنا انه ده اوفر دامبت سيستم. اوفر دامبت سيستم لما تيجي تحلل المعادله يطلع لك جذرين صحيحين مختلفين، اما تيجي ترسم واحد هنا السريع اللي هو عند السالب بوينت 8.8 وبعدين يكمل بالبطيء اللي هو 1/10. تمام. مش عارف دي هتبقى 1/1 يعني، ممكن تراجع انت على التحليل ده شوف الارقام مظبوطه ولا مش مظبوطه، اعتقد مظبوطه بس هنا ده هيبقى قيمة الجذر هنقسم عليه على أساس إن هو ده هيبقى ماينس زيتا أوميجا إن، والتي إس التي إس إحنا أثبتنا التي إس بيساوي 4/زيتا أوميجا إن، فالجزء ده هيبقى 1/1 هتبقى زيتا أوميجا إن، ف4/1 هتبقى 40، أيوه يبقى هو يوصل عند تي إس تقريبا 40 ثانية. لما تيجي زيتا لنفس النظام، زيتا عندي فور اكزامبل زيتا بواحد يطلع الجذرين متشابهين صحيحين متشابهين، ويونت ستيب هيطلع بهيبقى فيرست اوردر لكنه اسرع شويه. لما يكون زيتا اقل من واحد شايف انت الجذرين هيبقى جذرين تخيليين، الريال بارت ذا سيم والايماجينري بارت هيبقى معكوس. الريال بارت ده لما نيجي احنا نحلل ده بشكل عام هيطلع معانا زيتا اوميجا ان، وبعدين التي اس ب4/زيتا اوميجا ان يعني هيبقى 4/5، 4/5 يعني تقريبا يوصل بعد 8 ثواني من بدايه الحساب الداينامكس بتاع السيستم. لما نيجي نقارن ما بين نفس السيستم يطلع بالشكل دوت كده، زيتا بتساوي واحد، زيتا اكبر من واحد، زيتا بتساوي واحد، زيتا اقل من واحد، اللي هو الشكل اللي احنا كنا بنتكلم فيه هنا. فاهو احنا حسبنا بارقام فعلا وجبنا اكزامبل برقم، فهنا زيتا اكبر من واحد اوفر دامبت، الفاست ريسبونس بيخلص بسرعه، بعد كده الدوميننت بول يكمل معايا، بعد كده هنا بقى كريتيكالي دامبد، بعد هنا بعد كده بقى هنا اندر دامبد. السيستم لما تيجي تجيب سي على ار هيطلع لك من الدرجه الثانيه، وتقدر تغير قيمه كي، ولما تغير قيمه كي تتغير قيمه لانها هتبقى كي على اس سكوير زائد اس زائد كي، فقيمه كي هي بيغير في قيمه اوميجا ان.
وبيغير في قيمة الجذر طبعا. طيب لما نيجي نشوف الشيت كان في مسألة اللي هي المسألة رقم 6. The block diagram of the control system shown in figure 4 determines the values of K and P so that the maximum overshoot and the unit step response is 0.4 and the peak time is 1 second then obtain the rise time. فين المسألة ده؟ figure 4 هو عاوز قيمة ال K وال P، عاوز قيمة ال K وال P اللي في المسألة such that انه الماكسيموم اوفر شوت بيساوي 40% والبيك تايم بيساوي 1 ثانية. الكلام ده هنا المسألة دي عندي ده المفروض ان هو سكند اوردر سيستم. سكند اوردر سيستم زي اللي احنا قلنا عليه هنا اهو صح. لو هو كده هبقى انا عامل حاجه اسمها بوزيشن فيدباك. ده بوزيشن فيدباك، انا خدت السي زي ما هي كده عملت لها فيدباك. لكن لما يكون عندي هنا واحد زائد بي اس الواحد يعني انا هاخد السي في واحد وارجع اطرحها يبقى ده بوزيشن فيدباك. طب والبي اس طالما ضربت في اس اتمينز وات؟ اتمينز ان انت اخدت السي ده فضلته وبعدين ضربته في ثابت وبعدين عملت فيدباك، يبقى انت هنا عامل دبل فيدباك، واحد بوزيشن فيدباك واحد فيلوستي فيدباك. فهنا بوزيشن بلس فيلوستي فيدباك، يبقى انا فاهم على طول انه انا السي واخده مره وكمان مفضله وضربه في ثابت وبرده عامل له فيدباك. ده اسمه بوزيشن اند فيلوستي فيدباك سيستم. طيب ازاي احنا لما يكون الاوفر شوت ماكسيمم اوفر شوت 4/10 ازاي احسب الكي والبي؟ اولا لازم اتاكد ان النظام ده لما يجي اجيب السي على الار لازم يطلع ستاندرد سكند اوردر، وهو هيطلع ستاندرد سكند اوردر فور. فدلوقتي لو هو عاوز الاوفر شوت ب 4/10 وانت عندك الاوفر شوت فانكشن اونلي في زيتا، فممكن تسولفه فور زيتا، تاخد لنا الطرفين وتجيب زيتا في طرف والباقي في طرف، يطلع لك بالشكل ده. والشكل ده طبعا اثبات عام، ممكن تثبته وممكن نعرفه. يعني لما اجي احط الاوفر شوت ب 4/10 يطلع لي قيمه زيتا بكام؟ ب 0.28. طيب والتي بيك اعتقد في الشيت مختلف عن ال في الشيت مطلوب 1 ثانيه، لكن هنا في وانا حالي اللي هنا حاطه بثانيه وربع. اني هاو فالتي بيك بيساوي باي على اوميجا دي. انت زيتا خلاص عرفتها من الاوفر شوت، يبقى انت هنا تقدر تصولفه فور اوميجا ان. فكده جبت اوميجا ان طلعت مثلا ب 2.6. شوف بقى اذا كانت تي بيك بواحد ولا بواحد وربع، مش هي دي المشكله. فانا اول ما اعرف زيتا بكام واول ما اعرف اوميجا ان بكام على طول ابتدي احسب تي بيك. هو هنا يعني جاي في الاول التي اس التي ار الاوفر شوت اللي هو 40% وعلى طول ابتدي اعمل سكتش. فهنا هتلاقي انه لما تيجي تحسب التي ار هيطلع اقل من واحد، اقل من ثانيه يعني. التي بي كهو واحد وربع بالظبط، هنا طلع واحد وربع. التي اس 4 زيتا اوميجا ان، زيتا اوميجا ان هنا لما تيجي تضربهم في بعض وبعدين تضربهم في 4 هيطلع اراوند 6. دي تحسبها انت كويس، تحسب القوانين كويس وتعمل تشيك مع الكيرف اللي طالع ده. انا هنا بعرفك انه عشان ارسم الريسبونس بتاع السيستم لازم اتاكد ان هو على الصوره العامه ستاندرد سكند اوردر فورم، وبعدين اشوف ازاي هبتدي احسب الزيتا والاوميجا ان و احسب التايم فاليوز واحسب الاوفر شوت وابتدي اعمل سكتش للريسبونس. ف هنا اهو ادي السي على الار، خلاص حسبت التي بي وحسبت الاوميجا ان. السي على الار الجي على واحد زائد الجي في الاتش، فطلعت بالشكل ده كده بعد ما خلصتها كي اس سكوير. ادي كده بقى 2 زيتا اوميجا ان اس زائد كي، هنا كي هنا كي اتس اوكي. وبالتالي يبقى الاوميجا ان بكي بقيمه كي، هو عاوز بقى قيمه كي وقيمه بي، وبعدين ال 2 زيتا اوميجا ان بيساوي 1 زائد كي بي. هنا طبعا جبت انا سهل خالص ان اوميجا ان انا جبتها اصلا من التي بيك، فاوميجا ان سكوير بقت بكي على طول، يبقى انا جبتها قيمه كي.
بعد كده 2 زيتا اوميجا ان بتساوي 1 زائد كي بي، يبقى خلاص عرفت الكي سولفو فور بي، فطلع البي بالشكل دوت كده. هنا قيمه البي دي مهمه جدا الحقيقه، لانه هنا انا واخد البوزيشن وطرحه من الار، مش معقوله هاخد تفاضل السي. تفاضل السي ده يا جماعه، تفاضل السي ده اللي بيبقى ميل المنحنى. ميل المنحنى ده القيمه هنا مثلا تقريبا بواحد، لكن الميل هنا بالوفات. هنا القيمه بواحد، لكن الميل هنا بسالب الوفات. فمش هينفع ان انا اخد قيمه الميل واطرحه فبضربه في ثابت، فالثابت زي ما انت شايف كده لازم تطلع قيمته صغيره جدا معايا. وطبعا هيطلع بالثانية هنا سكن. فبعد ما حسبت البي خلاص، حسبت كمان التي ار ده كنت ممكن احسبه بمعرفة زيتا اوميجا ان، والتي اس او طلع 5.5، واقدر ارسم الكيرف بالشكل ده. يبقى خلاصة الدرس بتاع الريسبونس اوف سكند اوردر سيستم هو الكيرف ده، وانا عاوزك تطبع الكيرف ده وتكتب عليه كل التفاصيل، انه الشكل العام للسكند اوردر سيستم هو الشكل ده، سي على ار بتساوي اوميجا ان سكوير على اس سكوير زائد 2 زيتا اوميجا ان اس زائد اوميجا ان سكوير، انه التي بيك بتساوي باي على اوميجا دي، تي ار بتساوي باي ناقص فاي على اوميجا دي، تي اس بتساوي 4 على زيتا اوميجا ان، الاوفر شوت ام بي بيساوي اي اس ماينس باي زيتا على الجذر التربيعي الواحد ناقص زيتا سكوير. وطبعا مع بعض المسائل في الشيت هنتكلم فيها سواء انا او المهندس شريف هيبعت لكم المحاضره، تقدروا انتوا تبلوروا الافكار الخاصه بالستاندرد سكند اورد. هنكمل المسائل في اللي هي فيما تخص الشيت، وازاي احلل بشكل عام، وازاي من اماكن الجذور في الاس دومين اتنبأ بشكل الريسبونس في الحصة المحاضرة اللي جاية إن شاء الله. أشكركم وإلى اللقاء.